نعم، تحياتي لكم وتحياتي للسادة المشاهدين من القدس المحتلة. بالتأكيد هذا هو محور الزيارة لأنطون بلينكين. يعني ربما هناك من يتحدث عن السنوار ومن يتحدث عن صفقة تبادل أسرى أو استغلال مقتل يحيى السنوار وما إلى ذلك، ولكن زيارة بلينكين كانت تتركز في الدرجة الأولى، وربما الهدف من زيارته هو تأجيل الرد الإسرائيلي على إيران وقصف أهداف معينة. ولكن بالتأكيد نتنياهو أنا بتقديري لا يمكن أن يستمع إلى الإدارة الأمريكية، ربما يستمع هنا وهناك، ولكن السؤال ما هي الهدية التي قدمها بلينكين مقابل هذا الطلب؟ حتى مجرد أن يطلب من إسرائيل تأجيل الرد الإيراني، أنا بتقديري الانتخابات الأمريكية هي التي ربما دفعت الإدارة الأمريكية وتحديدا رئيس الدبلوماسية الأمريكية أنطوني بلينكين بزيارته إلى تل أبيب من أجل عدم خلط الأوراق إذا ما كان هناك رد إسرائيلي قاسي، رد عنيف، وهناك ربما مخاوف أمريكية من أن يكون الرد أيضا الإيراني المعاكس أيضا قوي، وبالتالي تدخل المنطقة في حالة حرب إقليمية، وهذا ما تخشاه الإدارة الأمريكية على الأقل قبل الانتخابات الأمريكية. ولكن مرة أخرى أنطوني بلينكين قدم هدية كبيرة جدا لإسرائيل مقابل هذا الطلب، وهو تقديم الدعم المالي والعسكري. عسكريا يتم تمويل إسرائيل ما تحتاجه من أسلحة، وأيضا تقديم لها دعم مالي كبير. أنا بتقديري نعم، حتى مستوى التهديد الإسرائيلي رغم كل الاستعدادات التي أكدتها الصحافة العبرية وتصريحات جالانت الذي كان في زيارة إلى إحدى القواعد العسكرية الجوية، كانت هناك ربما نتائج تؤكد باستعداد إسرائيل بشكل كامل للرد على الهجوم الإيراني. ولكن طبيعة الرد الإسرائيلي، حجم الرد الإسرائيلي، الأهداف التي سوف يستهدفها أيضا الرد الإسرائيلي سوف تكون أيضا لدى الإدارة الأمريكية ذات أهمية. ممكن نتنياهو أن يستمع إلى الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بالمنشآت النووية، ولكن الصحافة العبرية أكدت ونتنياهو أكد وجالانت أيضا أكد بأن الضربة لطهران خلال أيام قليلة. طالما نتحدث عن ما قالوا المسؤولون الإسرائيليون أن الضربة ستكون خلال أيام، وأن استعدادات الجيش أصبحت جاهزة بشكل كامل، حتى إيران قالت أن الدفاعات الجوية أصبحت جاهزة بشكل تام لأي اعتداء أو عدوان من إسرائيل كما تقول إيران. يعني عندما نتحدث عن طلب التأجيل، ما زالت هناك وقت ربما 5 أو 6 أسابيع للانتخابات الأمريكية، هل ستنتظر إسرائيل كل هذه الفترة؟ وتتحدث عن الدعم الإسرائيلي واللوجستي والأمريكي لإسرائيل، هو أصلا موجود وليس جديد. أولا اسمح لي، 5 نوفمبر هو يوم الانتخابات الأمريكية. نعم. 5 من الشهر القادم هو يوم الانتخابات الأمريكية، نتحدث عن 2 أسبوع أقل أو أكثر، ولكن الانتخابات الأمريكية أصبحت على الأبواب. الجميع أصبح جاهز، ولكن السؤال المهم، هل يخضع نتنياهو إلى طلب الإدارة الأمريكية؟ أنا بتقديري أيضا الإدارة الأمريكية لها تأثير على نتنياهو. صحيح نتنياهو تمرد كثيرا على الإدارة الأمريكية وعلى قرارات الإدارة الأمريكية، وكانت هناك اغتيالات كبيرة جدا نفذها نتنياهو وصلت إلى قلب طهران، اغتيال إسماعيل هنية في قلب طهران. وبالتالي ربما نتنياهو يستهدف منشآت نفطية، منشآت حيوية استراتيجية. من الممكن أيضا أن يكون هناك، ربما هذا من الصحافة العبرية مش كلام عن الآن، ربما يكون هناك إنزال جوي، ممكن أن يكون قصف بطائرات F-35 لبعض المواقع الحيوية. لم يتحدثون عن الأهداف، لم يتحدثوا عن تلك المواقع، ولكن أنا بتقديري نتنياهو ربما يأخذ بقرار، لأنه جالانت قال سوف نقوم بالرد على إيران، والرد سيكون قاسي. نعم. وسوف تفهم دول العالم بعد هذا الرد أن إسرائيل موجودة. يعني المعادلة وكأنه من خلال الدم والحرب والنار إسرائيل تستمد وجودها في الشرق الأوسط. أنا بتقديري حتى إسرائيل أمام هذه المعادلة فهي تخطئ كثيرا، ونتنياهو مخطئ تماما إذا كان يعتقد بأن سياسة القتل والتدمير سوف تؤدي إلى اعتراف العالم والشرق الأوسط على الأقل بوجود إسرائيل، أو أن إسرائيل قوية. إسرائيل معروف أنها تملك ثالث أقوى جيش في العالم، ولديها إمكانيات كبيرة جدا، ولديها سلاح ردع وما إلى ذلك. ولكن ما تعرضت له في 7 من أكتوبر بطوفان الأقصى،
تعرضت إلى ضربة هزت إسرائيل بالكامل، والكل يعلم جيدا ما هي تداعيات تلك ربما الضربة 7 من أكتوبر، وما زال نتنياهو يدفع الثمن، وإسرائيل ما زالت تدفع الثمن يوميا. إسرائيل تدفع الثمن، مقتل ضابط كبير في غزة في جباليا في اليوم التالي لمقتل السنوار، أيضا مقتل نائب قائد كتيبة 9308 في جنوب لبنان يوم أمس، والمصير التي قصفت غرفة نوم نتنياهو. كل هذه التطورات المتسارعة أنا بتقدير أيضا ربما هناك حرب إقليمية، ولكن أستبعد أن تكون الحرب الإقليمية حتى الانتخابات الأمريكية ما زالت. طيب هنا بالنسبة للإدارة الأمريكية دكتور علي، يعني معروف الدعم المفتوح من قبل أمريكا لإسرائيل عسكريا ولوجستيا واستخباراتيا، يعني ما الذي سيتغير بالنسبة لنتنياهو سواء كانت الإدارة ديمقراطية أم إدارة جمهورية؟ ومعروف أن حتى لو فاز ترامب بالانتخابات هو صديق نتنياهو. نعم، أشكرك أستاذ الكريم وللسادة المشاهدين. يعني ترامب لن يقدم أكثر مما قدمه بايدن، ولكن هناك اختلافات بالفكر والأيديولوجيا. الحزب الديمقراطي يختلف كليا عن ترامب، ويختلف عن رؤية ترامب. حتى الإدارة الأمريكية وبايدن وأنتوني بلينكين ما زالوا يفكروا بحل دولتين، وما زالوا هناك يطلبوا الكثير من نتنياهو. حتى بلينكين قال يجب أن نستغل مقتل السنوار ونبدأ بهدنة ربما لعدة أيام قصيرة، وإفراج عن عدد 5 أسرى إسرائيليين، ثم يكون تفاوض ومفاوضات حول هدنة أكبر. ترامب لا، ترامب اعترف. يعني سأعطي مثال واحد فقط لكي يبين الفرق ما بين بايدن وما بين ترامب. ترامب في الفترة الرئاسية السابقة قال إن الضفة الغربية جذورها تعود إلى إسرائيل، هناك حقوق تاريخية ودينية. يعني تخيلوا أول مرة رئيس أمريكي يعترف بحقوق دينية لإسرائيل في الضفة الغربية. أما المثال الآخر وهو الأقوى، من الذي تمكن من نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس هو ترامب. نعم، أستاذ صحيح. الكريم والسادة المشاهدين، رؤية ترامب للصراع الفلسطيني الإسرائيلي تختلف كليا عن رؤية بايدن، لذلك نتنياهو يراهن على فوز ترامب والانتظار إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية. نعم، أشكرك جزيل الشكر من القدس الدكتور علي الأعور خبير في الشؤون الإسرائيلية.